تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية، افتتح معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء النسخة الثالثة من معرض التمويلات الإسكانية. المعرض تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان في مجمع سيتي سنتر البحرين خلال الفترة من 8 ولغاية 17 من فبراير الجاري. وبهذه المناسبة التي حضرها عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة أن النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج الإسكاني بالشراكة مع القطاع الخاص خلال فترة زمنية قصيرة على إطلاقها تؤكد نجاح النهج المتبع في توفير خدمات إسكانية مستدامة تحقيقا للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ولتطلعات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتلبية لمتطلبات تأمين السكن اللائق لذوي الدخل المحدود من المواطنين الكرام. وأوضح معاليه أن الحكومة والتزاما بما ورد في برنامجها للأعوام 2023-2026 فإنها تعمل جاهدة على تنويع الحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين بما يسهم في تقليص فترات الانتظار عبر دمج وتوظيف الموارد والإمكانيات والكفاءات بالشكل الأمثل التي يتمتع بها القطاعين الحكومي والخاص في مجال السكن الاجتماعي على وجه الخصوص. وأشار معاليه إلى أن تلبية آلاف الطلبات التمويلية على مدى العامين الماضيين يعكس جدوى برنامج التمويلات الإسكانية بوصفه حلا إسكانيا مبتكرا، وذلك إلى جانب برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية والذي يهدف إلى طرح المزيد من الوحدات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص عبر إنشاء 8 مشاريع خلال العامين 2023-2024. ولفت معاليه إلى أن التسارع الملحوظ في توفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية ترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني، لا سيما قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال وقطاع البناء والتشييد. بعدها تفضل معاليه بتدشين النسخة المطورة من منصة بيت العقارية التي توفر للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التمويلية كافة الاستشارات العقارية والتمويلية المتنوعة، مشيدا معاليه بما شهدته المنصة من تطوير شامل بهدف التسهيل على المواطنين في اختيار السكن الملائم لاحتياجاتهم المعيشية. من جانبها أعربت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن بالغ الشكر والامتنان إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتفضله بافتتاح المعرض وتدشين النسخة المطورة من منصة بيتي العقارية. وقالت سعادتها إن النسخة الحالية من معرض التمويلات الإسكانية تشهد وللمرة الأولى منذ انطلاقته مشاركة 4 شركات تعد من كبريات شركات التطوير العقاري في المملكة، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات الوساطة العقارية المشاركة إلى 24 شركة بارتفاع وقدره 5 شركات مقارنة بالنسخة الماضية، علاوة على مشاركة 8 بنوك ومصارف تجارية لعرض الخيارات والعروض التمويلية التي تدعم قرار المواطن في الحصول على السكن الملائم، ناهيك عن توفير الآلاف من الفرص للحصول على السكن الاجتماعي الملائم. وأردفت الوزيرة بأن الزيادة المستمرة في طلبات المشاركة في معرض التمويلات الإسكانية يأتي بالتزامن مع النتائج الإيجابية التي حققها برنامج التمويلات الإسكانية في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من جهة، وارتفاع حجم التداول العقاري لدى شركات القطاع الخاص من جهة أخرى.
وأوضحت الوزيرة بأن تلك النتائج تعكس الأثر الإيجابي للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال السكن الاجتماعي الذي يستهدف في المقام الأول توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين في أقصر مدة ممكنة. تذب أعداد أكبر وأكبر من المستفيدين من الخدمات الإسكانية أو اللي يطلعون أنه يستفيدون من الخدمات الإسكانية بشكل أنه من خلال هذه المعرض يجدون حلول حق تطلعاتهم الإسكانية، سواء من ناحية العقارات اللي ممكن يشوفونها أو من ناحية التمويل. والمعرض يعني عبر الوقت قاعد ياخذ زخم اكبر واكبر من قبل جميع اصحاب المصلحه. طبعا يمكن المعرض كان مناسبه لاطلاق منصه بيتي بشكل رسمي للجمهور، ومنصه بيتي شكل نقله ممكن نقول رقميه في الحلول الإسكانية من الناحية العقارية والتمويلية. مشاركة هيئة التخطيط والتطوير العمراني تأتي من خلال أكثر من برنامج. البرنامج الأول وهو الأهم للمواطن الكريم هو برنامج تسهيل تعاون. اليوم في هيئة التخطيط والتطوير العمراني لله الحمد أنشأنا منصة وموقع إلكتروني خاص بهذه الخدمة، واللي من خلالها يقدر المواطن أو المواطنين اللي يعني يشتركون في خدمة تسهيل تعاون الاستفسار عن تصنيف عقارهم ومدى قابلية هذا العقار للتقسيم ليكون لأكثر من شخص. هذه جانب. أما الجانب الآخر فهناك أكثر من 11 خدمة تخطيطية واللي هي تهتم أيضا بتوفير التقاسيم والتصانيف لجميع المواطنين وأيضا المطورين وأيضا اللي لهم خدمة إسكانية، وهذه دشنت 11 خدمة منها، ومتبقي الآن 22 خدمة وإن شاء الله في هذا العام راح تدشن.